أربعة شلع شريف. رجعنا لكم مرة تانية. أي حد عنده سؤال استفسار أي حاجة يحب يشارك بيها معنا خشونا على صفحتنا على الفيسبوك أربعة شارع شريف، واللي عايز يتواصل معايا أهلا وسهلا بيه على الإنستجرام شريف مدكور تي في. عندنا النهاردة في الريستوران أكل حلو ولطيف، وأميرة عاملة لنا الرز بالبشاميل. أهلا 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 أهلا، إيه الأخبار؟ الحمد لله. حلوة؟ الحمد لله. احكي لنا كده سفرتك فيها إيه النهاردة؟ في رز بالبشاميل حاطين فيه بسله وجزر كده وعشان يبقى فيه كل الفايده، ولحمه مفرومه طبعا، وعملت كمان كفته فراخ وشوربه طماطم. اوكي عندك مقادير بقى؟ اكيد. يلا نبدا بالرز. رز نزلنا مقادير الرز يا ولاد، يلا اتفضلوا. رز بالبشاميل 2 كوبايه رز مطهي للعصاج، بصله متوسطه متقطعه صغير، كيلو لربع لحم مفروم، 2 كوب بسله بالجزر، نص معلقه صغيره 7 بهارات للبشاميل، 4 معالق كبار زبدة، 4 معالق كبار دقيق، مكعب مرقة لحم، لتر ونص لبن، رشة جوزة الطيب، ربع معلقة صغيرة بودرة ثوم، ربع معلقة صغيرة بودرة بصل، وللوجه جبنة رومية مبشورة ونص كوباية جبنة موزاريلا وملح وفلفل. طيب كده قلنا المقادير، نبتدي بقى في طريقة التحضير. يلا بينا. يلا يلا بينا. هتعمل اول حاجه هعملها العصاج واللحم، هعمل الاثنين مع بعض، العصاج والبشاميل. يعني ايه عصاج؟ اللحمه المعصجه. ما تقولي لحمه معصجه. اللحمه المعصجه عصاج دي انا فاهمها ان هي عيش هتعمل عصاج. لا هو اللحمه المعصجه يا جماعه كده، لحمه معصجه. احط البصله، انا كالعاده مشوحاها نص تشويحه، وفي اللحمه المعصجه انا ما بحبهاش تكون واخده لون، بحبها تكون كده شفافه بس، تخلي اللحمه مسكره بتبقى طعمها احلى. واحط هنا في الحله بتاعه البشاميل الزيت والزبدة عليه، بس انزل اللحمة هنا عشان الزبدة ما تحرقش مني، وبعد كده نكمل. نحط على البصلة ملح وفلفل. ليه؟ عشان ما تستويش تاخدش وقت طويل في التسوية، لو عايزين نسرع البصلة وهي بتستوي نحط لها ملح، ملح بس كمان، حتى الملح بيخليها تنزل المية بتاعتها وبتستوي اسرع. طيب الحلة التانية خلاص، احط بقى اللحمة دلوقتي. على البصل. احطها على البصل، ممكن ما احطهاش كلها عشان انا هعمل بايركس صغير. كميه البصل بتبقى قد كميه اللحمه تقريبا صح؟ هو ده على حسب ذوق كل حد، في ناس ما بتحبش البصل كتير في الاكل عموما. انا بحبه كتير. فبيقللوه. لو بيحبوه كتير يعملوا زي ما انا عامله كده، انا حاطه بصله كبيره قوي على نص كيلو او كيلو الا ربع لحم. اوكي. اللي بيحبه قليل يحط مثلا بصلايه صغيره او بصلايه متوسطه. بس هو عامه فايده يعني ومضاد حيوي وفيه كل الحاجات. الفوائد طبعا. وانا بحبه قوي في الاكل، بحب ازوده في كل الاكلات اللي فيها بصل. نفضل بقى نقلب فيها كده لحد ما تغير لونها، وبعد كده نحط عليها البهارات والبسله. البهارات؟ البهارات بتاعتها اللي انا هحطها عليها. هتحطي ايه دلوقتي؟ هعمل بقى البشاميل هنا. ماشي. اوكي. حطيت الزيت واحط الزبده، واحط على طول الدقيق. مقدار الدقيق هو نفس مقدار الزبده لو احنا عايزين البشاميل يبقى تقيل. لو احنا عايزينه خفيف هنقلل مقدار الدقيق. انا عايزه دي ولا دي؟ شوفي مين احسن. عايزه دي كده. بتعملي ايه؟ كل حاجه بشاميل، زبده، حطيت زبده وزيت ودقيق. هنا بنعمل اللحمه المتعصره اللي هي كميه البصل. انا بحب البصل. زود دقيق تاني. البشاميل لقيتيه خفيف؟ تقلي شويه دقيق تاني. لما نلاقي الدقيق ملمش على الزبده ما عملش كده شبه عجينه الرو كده، نزود دقيق تاني لو احنا عايزينه يكون تقيل. ممكن اللبن احطه فين؟ على كله؟ يلا 1 2 3. لازم نقلب عشان ما يكلكعش. لازم نقلب طبعا عشان ما يكلكعش. ممكن انا احط كده؟ لا لا معلش. كله اهو. ده قد ايه لبن؟ ده لتر ونص لبن على المقدار اللي انا قايله عليه بتاع الزبده والزيت والدقيق. حط بقى ملح وفلفل. طب ماشي. وافضل اقلب فيه واخلي بالي من الجوانب عشان الجوانب هي اللي اكتر مكان بيكلكع فيه الدقيق، جوانب الحله كده، واحنا بنقلب والنار تفضل عاليه عليه. بس اجيب بقى البهارات بتاعته. بتاعت ايه؟ بتاعت البشاميل. البشاميل بتحط عليه بهارات؟
ثوم وبصل وجوز الطيب، ثوم بودره وبصل بودره، معلقه صغيره من كل حاجه كده مقدار نفس المقدار، وكمان رشه جوز الطيب فريش طازه، تبقى على البشاميل طعمها مختلف قوي لو هي طازه. عموما رشه جوز الطيب دي لو هنعملها في اي اكله يستحسن تكون طازه. ومكعب مرقه لحم، جربوا تحطوا مكعب مرقه على البشاميل هتلاقوا طعمه احلى كتير. وهاجي هنا على اللحمه هحط معلقه صغيره 7 بهارات، وهحط رشه فلفل تاني زياده، واحنا حطينا ملح في الاول. شريف بيقلب البشاميل. لو ده ضربناه بالمضرب الكهرباء هيحصل ايه؟ مش هيبقى محتاج ان انت تضربه بمضرب الكهرباء، تضربه بمضرب الكهرباء لو لقيته كلكع منك بقى. ده في ثانيه يخلصهولك. لا هي المشكله مش في الوقت، المشكله ان الدقيق لازم ياخد وقت على النار اصلا عشان يستوي، مش ان هو يتقل او لا. انت عايزاه تقيل قوي ولا نص نص؟ لا مجرد ما يبدا يتقل منك كان عايزاه تقيل شويه. اه مش عايزاه خفيف زي بتاع اللازانيا كده اللي كنا عاملينه قبل كده. بصوا خلاص اللحمه هنا بدات تغير لونها، حطوا بقى عليها البسله والجزر. على فكره الخضار اللي انتوا هتحطوه ده زي ما انتوا تحبوا فيه. بصي كده كفايه لسه كمان دقيقه واحده بس. بسله وجزر، في ناس بتحط بسله وجزر وفاصوليا، بس البسله والجزر مع ال كويس كده كده كويس. بس بقولك ما نعناش. انا طفيت عليه خلاص اهو، بس شيله احتياط. خلاص كده انا اللحمه عندي بقت تمام وجاهزه. جيب بقى دي هنا، جيب ده عندك هنا عشان نبدا نعمل. بس هي ده دلوقتي في الاكل اللي بعديه؟ لا ده في الطماطم. يلا هنا بقى عندي إيه؟ بقى رز مسلوق، رز مستوي عادي خالص. ده البايركس اللي هتستخدميه؟ نستخدم المقاس على حسب ما احنا بقى هنعمل. لا ده بتاع حاجه الطماطم دي. اللحمه والبسله خلاص. تعالى يا رز هنجيب كبشه. اتفضلي. لا مفيش كبشه. كبشه؟ عشان ايه؟ عشان البشاميل. طب ما دي للرز. الرز انا جبت رز باتيول. ماشي خلاص دي للرز، عشان انا اول حاجه احطها في القاع هو البشاميل. هنحط كده واحده ونوزعها. البشاميل اللي انت عاملاه ريحته بصراحه تجنن. لو حطينا في القاع بتاع الطبق الحراري البشاميل تقيل شويه ولا ايه؟ هو انا عايزاه تقيل مش زي هو في اصناف واصناف يعني. البشاميل هنا ده اي رز قديم عندنا ممكن نحطه على فكره. ايوه بالظبط كده بيتعمل اي رز مسلوق عندنا ممكن نحطه. ممكن تعمل كمان لو عندنا رز بسمتي هيبقى حلو قوي بيه لو عندنا زياده يعني. لا رز بسمتي وبشاميل ما يلقوش مع بعض صراحه. رز بسمتي ابيض برضه هيبقى حلو على فكره مع البشاميل. جربته؟ لا ما مش مقتنع. رز بسمتي عايز الاكل اكلات الاورينتال قوي. نحط بقى من ده. نحط لحمه طبقه كده حلوه في النص. اللحمه المعصجه اللي بالبسله دي ممكن نعمل بيها الخرشوف المحشي، ممكن نعمل بيها كانيلوني، ممكن نعمل بيها لازانيا. بتتعمل بكذا حاجه اللي هي اللحمه وبسله وجزر دي. ممكن نحط بقى ايه بشاميل؟ احط رز تاني. تحطيش بشاميل؟ احط على الوش طبعا. يلا نزلي كله، نزلي كله. ممكن يبقى كتير وما نعرفش نحط بشاميل يتدلق. حطي كله بس كده. اوكي عايزة اضغط عليه كده عشان نعرف نحط البشاميل. اديني بقى اديني. طيب انا هشيل حاجات كده. حطينا بقى كل الاشياء اهي اهو اهو. هنبتدي نغطي كل ده بالبشاميل وبعد كده هنحط على الوش. في حاجه؟ لا سيبيني انا بقى. انت حضري حاجتك. نحط ايه؟ جبنه. نحط جبنه موتزاريلا ونحط جبنه رومي بس موتزاريلا الاول. وغطي بقى كل الوش. ليه جبنه؟ ليه جبنتين؟ بيديله ليه جبنه اصلا؟ الجبنه الرومي مع انا في البيت هعمله من غير جبنه بقول لكم. بس الجبنه الرومي مع البشاميل بيبقى طعمها حلو قوي. بس احنا هنا حطينا طبقه بشاميل دسمه تقيله وكتير، هتحطي معاها جبنه؟ مش بس عارف. كفايه افردها. بشاميل احلى اهو. فرد عشان تاخد لون كمان. ماشي. اول انا بقى مقادير الشوربه. لو سمحتي اهو حطينا البشاميل. هي انا مش هحط جبنه، هي جايبه جبنه بس انا مش هحطها. مش مقتنع. وحتى حمار هتبقى حلوه. يلا براحتكم اي اذواق في الاخر. ممكن تحطوا نوع جبنه واحد بس يا رومي يا موتزاريلا يعني هي اختيارات برضو. هقول مقادير شوربه الطماطم. بصله صغيره مفرومه، جزره صغيره مفرومه، 2 عود كرفس، فص ثوم مفروم، 5 اوراق ريحان مفروم، رشه سكر، 2 ثمره طماطم كبيره متقطعه قطع صغيره،
كوبايه كريمه للساشيه، وهقول لكم ايه هو الساشيه وانا بشتغل. 2 ورقه لورا، معلقه صغيره فلفل اسود حصى السليم من غير ما نطحنه، 5 اعواد زعتر طازج. ايه هو الساشيه؟ الساشيه ده بيبقى معطرات ومطيبات لل بيتحط في كذا حاجه يعني في الشرب عموما. شوربه. الشوربه؟ لا جمع شوربه ايه؟ شوربه. انواع اصناف الشوربه. ايوه ماشي. ممكن نستخدم زيت زيتون في الشوربه دي، ممكن نستخدم زيت عادي، هي اختيارات. بس احنا هنا عايزين طعم الريحان والزعتر اللي احنا هنحطه هو اللي يبقى واضح، فانا مش هستخدم زيت زيتون. اوكي. احط الثلاث حاجات مع بعض اللي هم الاولانيين، بصل جزر كرفس. شد بس حاجتي كده. تعالوا تعالوا كلكم كلكم كلكم. بصل. اللي بيحب الطماطم هتعجبه قوي الوصفه دي، لو عملتوها بالطريقه دي بتبقى حلوه جدا، يبقى طعمها مختلف. بصل وجزر وكرفس نحطهم مع بعض في الاول هما الثلاثه. تقطيعه الطماطم مش هتفرق خالص معانا، انا بس هنا عشان اسهل على نفسي عشان ما تاخدش وقت على النار، انما احنا كده كده بنضربها في الاخر، فممكن نعملها حط طماطم اربع ارباع. لا ثانيه واحده، نحط رشه ملح ورشه فلفل، على بال بقى ما يتشوحوا. هاجي اقول لكم ايه هو الساشيه. بصوا الساشيه. ورق لورا وفلفل اسود حصى، ورق زعتر طازج. هتحطهم في البتاع ده؟ يا اما بيتحطوا في شاشه ونربطها ونحطها، يا اما اللي عنده الباسكت الصغنون ده زي ما انا جايباه كده بينفع قوي في الحاجات اللي هي سليمه زي كده. صح. تحطي الحصى ده كله؟ اه كله. في دي الساشيه بتاعك يا اختي. هنقفل عليه وبعد كده بيبقى سهل بقى ان احنا نشيله، ما بيبقاش نحتاج بقى ان احنا نطلعه بالواحده ولا حاجه. لو ما عندناش ده في شاشة عادية خالص ونحطها. دي بتشبك كده في الحلة. الله حلوة الفكرة دي، عجبتني. احط ايه بقى دلوقتي؟ هقلب بس كده دقيقة، المفروض يتقلب دقيقة كده عشان نشم روايح الخضار ده، اول ما نشم ريحته نعرف ان هو جاهز بقى للخطوة اللي بعدها. وهتلاقي بقى ريحة الزعتر طلعت وريحة الحاجات الطماطم اللي جوه دي. اه الطماطم كلها. شريف مستعجل يا جماعه، نحط الطماطم كلها. انتوا استنوا اللي فيها؟ في البيت. اه انتوا استنوا في البيت عليها، على البصل والجزر ده 3 4 دقائق كده لحد ما يبدا يدبل ويبقى شفاف ويبقى داخل على لون، يعني يبقى ذهبي فاتح. هقلب كده خلاص. هزود بقى كمان ربع كوبايه ميه الريحان في الاخر، ممكن ميه من الكاتل او ميه عاديه، وهسيبها على النار. دي قد ايه ميه؟ حط وانا هقول لك. اوكي ربع كوبايه بس. بس كده. كده كده انا مش هزود لان الخضار بينزل ميه والطماطم برده هتنزل ميتها. وهسيبها على النار 20 دقيقه، بعد ما اسيبها 20 دقيقه هنضربها ونصفيها. خلاص احنا ممكن نسيبها لحد بعد الفاصل. اه هنحط بقى معاها ايه؟ لا مش انت عايز تحط جبنه؟ اه بتبقى تحفه. حط جبنه. هو ده الصح. وده ايه ده؟ لسه هحط ده فص ثوم، انا نسيت احطه. حطي فص ثوم. حط فص ثوم. وفي سكر؟ اه طبعا. ده امتى بيتحط؟ ده في الاخر هو والريحان والكريمه. طب سيبيها بقى براحتها، خلونا ناخد هنغني ايه دلوقتي؟ قدك المياس يا شيخ. الله طبعاً. الله طبعاً. من التراث الحلبي القديم. نسمع جزء منها وبعد كده ناخد فاصل وبعد كده نرجع نعمل الكفته، نكمل الشوربه ونضربها قدام الناس والكفته. الكفته يلا. مزيكا يا اولاد. انت احلى الناس في نظري، كل من سواك يا قمري. قدك المياس يا عمري، يا غصين البان كاليسر. قدك المياس يا عمري، يا غصين
البيت كل يسر انت احلى الناس في نظر كل من سوى يا قمري انت احلى الناس في نظر كل من سواك.